اليوم غندير لكم واحد الكيكه واعره. انا كندير لها في السيرو دابا، تندير لها السيرو باش تجي رطبه وزوينه، يكون عندها واحد المذاق تيكون تزيدها طراوه وكتولي هشيشه. ودابا غادي ندوزو للمقادير ان شاء الله. غنزيدو ندوزو للمقادير. البنات الكيك ديالنا اليوم ها هو، السيرو درت فيه السكر، جلوف تاع الليمون على الفوقاني، وكيجي درت فيه جوج معالق تاع السكر وربع كاس تاع الماء. ودابا غادي نسقي به الكيك ديالنا، نسقيه كامل باش يجي زوين، تعطيه واحد الرطوبة وتعطيه واحد المدة. وعرفتي كيجا الكيك اليوم، ما كندير ليه انا والو، ما كنزينو حتى بشي حاجة، كيبغيو الدراري كيفطرو بيه، تيجي واعر. المقادير غادي ندوزو للمقادير، نيشان ديال هاد الكيك اليومي وكيك ديال الخلاط. كنحتاجو فيه دانون بنان، كنحتاجو ثلاثة البيضات، جوج خمارات، وحدة فاني. لما عندكش الفاني كديري قشرة د الليمون وكاس تاع الزيت. الزيت غادي نعبروه بالكاس تاع دانون، و الدقيق، الدقيق تا هو غادي نعبروه بالكاس تاع طنون. غنجيب واحد الخلاط، خلاط كهربائي، غنديرو كاس تاع الزيت، غنديرو كاس طنون، غنديرو ثلاثة البيضات، سمحوا لي نديرو ثلاثة البيضات، ثلاثة البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، يكونوا مخرجينهم من الثلاجة، حيت الكيكه ما كتبغيش البيض يكون بارد. غنديرو دانو، نخويو حتى هو كامل. غنديرو كاس هاد الكاس تاع دانو، غنعبرو به الزيت. هذا الكيك يوم وتتجي زوينه تبارك الله على مزوينتها. غنخويوه، وغنديروا الخل، معلقه ديال الخل صغيره، حيت هو تيجيبوه هشيش وزوين. وغنعمروا واحد الكاس تاع دانون تاع سنيده، ما تنساوش سنيده حتى هي. غادي نجيبو كاس تاع سنيده وغادي نديرو ان شاء الله، غنعبرو ديما بقياس دانون. زوينه هاد كيك يوم، تقدري ديري في اخر لحظه. وغادي نخلو هاد الكاس تاع سنيده، عبرتو كاس تاع دانون، شتي دانون بنان، ما تنساوش دانون بنان. وغادي نديرو الفاني، ما نساوش الفاني تاعو. ما تنساوش قوسه د الملحه باش تعدل الذوق. الكيك ديالنا بعد ما خلطناه في الخلاط، غنجيبو واحد الاناء، غنخلو دقيق. تنحتاجو فيه، تنحتاجو ثلاثة الكيسان ونص، وجوج خمارات، ثلاثة الكيسان ونص. نديرو تدريجيا بواحد سباتيلا، نخلط ونرجع معاكم. غنزيدو جوج خمارات، متنساوش الدريات الدالية، جوج كيسان ونص ديال الطحين، ماشي ثلاثة ونص، جوج ونص.
كيجي هو هذاك جوجونس، تيجي الخليط واعر. هذه هي الكيكه ديال الخلاط. تكونوا ديروا الخميره هي الاخرى باش تجيب لكم الحلوه هي هذيك. غنجيب واحد الاناء وغنخوي قوت الزيت ديكم بحال هكا باش يخرج داك الهواء اللي فيها باش تجي الكيكه زوينه. الاناء خلطته دهنته بالزبده، درت ليه الدقيق، ودابا غادي نديوها للفران. هو بارد، غادي ندير الكيكه الفران البارد وغنديرو على 180 وغادي الضو 20 دقيقه غادي طيب ان شاء الله. غنتلاقى مع البنات. داك لاصوص كلها درتها، تخليو منها حتى شي حاجه حيت تتصربها. الفيديو سهله والكيك ديالنا اليوم هو هذا. نصليو دابا على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ثم على سيدنا محمد وآل سيدنا، صليت على إبراهيم وسيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. والفيديو ديالنا سهلة، الكيكة ديالنا هي هادي، الكيكة ديال الخلاط وكيك يومي بمقادير بسيطة. يلا تهلاو، تندعي معكم لا عطيكم داكشي اللي نويتو في خاطركم، ودعي معايا تنتوما. يلا إلى فيديو آخر إن شاء الله.